فقرة الصحافة مع الأستاذ صادق الترهوني. صباحك مبروك أستاذ صادق. يا صباح الخير. صباح الخير أماني. مرحبا مسلم. وسهلا بك. نبدأ في بداية أخبارنا اليوم لك يا أماني. كشف المرصد الأرمتصوتي لحقوق الإنسان عن عدة وثائق وشهادات تثبت قيام السلطات السعودية بممارسة الإخفاء القسري المستمر بحق 3 ليبيين منذ قرابة 500 يوم. ونقل موقع ميدل إيست عن المرصد قوله إن أثار الليبيين 3 اختفت منذ وصولهم إلى مطار جدة لمغادرة السعودية بعد أداء مناسك العمرة في يونيو العام الماضي. وأشار الموقع إلى أن المرصد حمل السلطات السعودية المسؤولية عن جريمة إخفائهم قسرياً. أستاذ صادق، ما هو الجديد الذي كشفه المرصد بخصوص قضية إخفاء الليبيين في السعودية؟ نعم، طبعا كما نعرف أن هذه الحادثة تعود إلى العام 2017 عندما أقدمت السلطات السعودية في ذلك الوقت على اعتقال وإخفاء 3 مواطنين ليبيين. نعم. كانوا المواطنين الليبيين 3 في طريقهم إلى مطار طرابلس عبر مطار جدة بعد أداء مناسك العمرة. نعم. طبعا الجديد هو تناول موقع ميدل إيست مونيتر هذه القضية ونسب ذلك إلى البيان الذي أصدره المصدر الأورو متوسط لحقوق الإنسان خلال اليومين الماضيين، وأكد فيه بالوثائق والشهادات أن السلطات السعودية بالفعل اعتقلت المواطنين 3 وتم إخفائهم إلى حتى الآن، يعني مدة تقريبا تجاوزت 500 يوم، رغم أن السلطات السعودية كما نعرف سبق وأن صرحت قالت تم ترحيلهم إلى المكان الذي أتوا منه، لكن الحكومة المقترحة أصدرت بيان ونفت ذلك بشدة وقالت أن المواطنين 3 لم يصلوا إلى طرابلس التي غادروها. إذن هذه طبعا جزء من حقائق الإجرام السعودي الذي تقوم بها وليس بخافي على أحد، وتابعنا هنا إخفاء الصحفي السعودي وقتله جمال خجقجي. طبعا نعرف أن الليبيين 3 هم طبعا محمد حسين الخضراوي ومحمود علي بشير رجب وحسن محمد سالم زعيط، طبعا هم 3 من سكان مدينة الزاوية. الخارجية السعودية كما تقول في بيانها القديم أن القنصلية الليبية تم إبلاغها بإعادة هؤلاء 3، غير أن طبعا كما قلت أن الحكومة المقترحة نفت ذلك. وهذا الأمر يعني بالفعل يعني المتحدثة باسم المرصد يعني دفعها إلى حتى التشكيك في نوايا السعودية ومدى مصداقية التي تتمتع بها، وخاصة بعد كما قلنا مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفي وسط قنصلية بلاده في إسطنبول. إذن هنا المرصد يعني يطالب الحكومة السعودية بضرورة الكشف عن مصير الليبيين 3 ويقود. نعم. ولابد من توضيح تسليم الذي أسماه بالمفترض أين تم ولمن. نعم. إلى الخبر الآخر سيد صادق، حيث عرضت صحيفة أهل مصر المصرية نتائج المسح الذي أجرته المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية حول الوضع السياسي في ليبيا ونوايا الناخبين للمشاركة في الانتخابات المستقبلية. وحسب الصحيفة فإن المؤسسة جمعت بيانات هذا المسح خلال شهر أبريل ومايو من العام الجاري، وأظهر نسبا متفاوتة بين الليبيين في تقديرات الأوضاع السياسية في بلادهم ومدى مشاركتهم الفعالة في الانتخابات القادمة، سواء كان ذلك على مستوى الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات التشريعية والرئاسية. نعم، يعني السؤال هنا سيد صادق، ما هي نتائج المسح الذي أجرته مؤسسة الأنظمة الانتخابية لتحديد نوايا الناخبين الليبيين المستقبلية؟ يعني هو حقيقة يبدو أن مسح كان شامل لهذه المؤسسة وهي مؤسسة دولية للأنظمة الانتخابية. نعم. يعني ركزت فيه تقريبا على أكثر من شريحة في المجتمع وبصورة عامة عن دور المفوضية العامة للانتخابات والمرأة في السياسة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المرأة وحرياتها. يعني شمل هذا الاستطلاع، يعني استطلاع كبير جدا رصدته المنظمة، تشير إلى أن نصف الليبيين بالفعل يعتقدون أن الوضع السياسي في ليبيا ازداد سوءا مقارنة بالعام الماضي، يشير إلى أن 48% من المستطلعين يؤكدون بأن الوضع السياسي ساء في العام الماضي، بينما قال 35% أنه بقى على حاله، يرى 6% فقط أن الوضع السياسي أفضل من العام السابق،
طبعا هذه مجمل الاستطلاع ركز على الجوانب الأمنية والاقتصادية. نعم. ويرون أن معظم الليبيين يقول الاستطلاع لا يعتقدون أن بإمكانهم التأثير حتى في اتخاذ القرار من قبل الحكومة، رغم أن الأغلبية لا تزال حقيقة تعتقد أن المواطنين الليبيين يجب أن يشاركوا في الانتخابات المقبلة، يشير إلى أن 60% من الليبيين إلى أن الاستقرار في رأيهم أكثر أهمية من الحفاظ حتى على الحقوق الديمقراطية. يرى 27% أن الحفاظ على الحقوق أمر مهم لكنه متوازن مع التنازلات الضرورية لضمان الاستقرار. 10% يقولون أن الحفاظ على الحقوق الديمقراطية يجب أن يكون له الأولوية على استقرار البلاد. يبين الاستطلاع أن الليبيين منقسمون حول التقدم الذي تم إحرازه في إطار الخطة العامة التي وضعتها الأمم المتحدة. عبروا عن بعض التفاؤل بأن الخطة يمكن أن تؤدي لنتائج دائمة ومستقرة في البلاد. حسب الاستطلاع بصورة عامة يشير إلى أن الأغلبية الساحقة من الليبيين يقولون بأنهم سيصوتون بنعم على خلال الاستفتاء على الدستور، والمتوقع أن يكون احتمال مطلع العام القادم، رغم أن كما يقول الاستطلاع أن ثلث البلاد فقط يقولون أنهم من المرجح أن يشاركوا في هذا الاستفتاء. يظهر طبعا الاستطلاع الفروق المتبقية في مواقف الرجال والنساء تجاه هذه المشاركة، فمن المرجح أن تشارك النساء في هذه العملية السياسية، ومن المرجح كما يقول الاستطلاع أن المرأة الليبية قد تتقدم حتى لرئاسة البلاد، لكن الرجال هنا يقول لن يصوتوا للمرأة الليبية في حال إذا تقدمت لرئاسة البلاد. نذهب إلى خبر آخر، حيث تحت عنوان تداعيات غلق حقل الشرارة السياسية والاقتصادية، رصدت صحيفة المغرب المغربية ردود الأفعال المستنكرة لقفل حقل الشرارة من قبل الكتيبة المكلفة بحمايته، وعلى خاصة صحيفة المواقف التي اعتبرتها قوية، وهي تهديد مؤسسة النفط المعتدين بالملاحقة القانونية ومطالبة البعثة الأممية للدعم بفتح الحقل فورا، ودعوة الاتحاد الأوروبي المسلحين إلى إخلاء الحقل بأسرع ما يمكن. أستاذ صادق، كيف رأت الصحيفة تحميل مسؤولية إغلاق حقل الشرارة للحكومة المقترحة ولمؤسسة النفط نفسها؟ كما تقول الصحيفة حقيقة بالنص، تقول هي ضجة، ربما ضجة مفتعلة. نعم. حسب ما ترى الصحيفة، لأنها تركز على أن المشكل ليس في حد ذاته فقط مرتبات لحرسات هذا الحقل، ولكن يبدو أن المشكلة أكبر من هذا، وتقول أن لب المشكلة هو تهميش الجنوب، وأن خيرات إقليم فزان بالفعل تذهب إلى مدن الشمال دون أي تحقيق لمظاهر التنمية في المناطق الجنوبية. تقول ربما هذا هو السبب الأكثر الذي دفع هؤلاء حرس الحقل إلى قفله ومطالبة بمرتباتهم كجزء من مطالب أخرى قد تعلن فيما بعد. طبعا تشير إلى بيان المؤسسة تقول أن تقريبا خسائر هذا الحقل الناجمة عن قفله تقريبا تصل حتى إلى 30 مليون دولار في اليوم. ربما تقول هذا المبلغ سوف يزيد من متاعب حكومة السراج، وخاصة أن هناك حقول أخرى قد تكون مرشحة للقفل نتيجة ارتباطها بهذا الحقل، ومن بين حقل الفيل كما نعرف. طبعا ترجع الصحيفة إلى أن توالي عمليات الإغلاقات بين الحين والآخر في الحقول النفط إلى حكومة السراج نفسها، تقول أنها ارتكبت أخطاء كثيرة باعتبارها قامت بدمج العديد من الميليشيات بالمؤسسة العسكرية دون ترتيب ولا تحريات. ثاني الأخطاء عدم صرف الرواتب في موعدها لهذه المجموعات. تشير إلى أن أي مجموعة سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة تتأخر الحكومة في دفع مرتباتها، بالتأكيد يعني كما تقول الصحيفة بالتأكيد سوف تتمرد على هذه الحكومة، وتحدد أن الصحيفة حقيقة المسؤولية في هذا الأمر على الحكومة المقترحة وكذلك حتى مؤسسة النفط باعتبارهما قصر كما تقول الصحيفة قصر في تنمية مناطق الجنوب. نعم سيد صادق، صادق على هذه الحوصلة الإخبارية أو هذه الجولة الصحفية. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك.